مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عدد جديد من برنامج ديزا ترند مباشرة عبر قناة الشروق، أهم المواضيع والقصص التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لهذا الأسبوع نتعرفوا عليها مع بعض في هذا المنتصب هو أنت بنسخة جزائرية. يطال مريض في مستشفى البليدة. صينية تودع والدتها بسبب كورونا. وفي جوسيب استياء بسبب خطيبة محرز الجديدة. مشاهدينا كانت هذه أهم المواضيع التي تم تداولها بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الأسبوع، البداية من الجزائر وحملة المغتصب هو أنت أو أنت هو المغتصب. هذه الحملة العالمية اللي انطلقت من تشيلي ومن العاصمة تشيلي بعد أو في 25 نوفمبر 2019 تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. هذه الحملة لتهدف للتوعية بالمخاطر التي تتعرض لها النساء عبر العالم. هذه الحملة عبارة عن رقصة وأغنية يتم ترديدها، انتقلت من دولة إلى أخرى، وصلت إلى تونس في ديسمبر، أيضا إلى المغرب في جانفي، وهذا الأسبوع وصلت إلى الجزائر. يلا خلونا نتابعها. إذن كانت هذه حملة أنت هو المغتصب في الجزائر، الأمر اللي خلى العديد من التعليقات بين مرحب ومعارض لهذه الفكرة. نروحوا أيضا إلى فيديو تم تداوله بكثرة، نعرف حال المستشفيات في الجزائر وحال المرضى فيها وحال الأطقم الطبية على غرار مستشفى فرانس فانون في البليدة، لأنه فيه جزائري راح المستشفى عمل عملية جراحية، لكن في الليل لما حطوا له القرعة تاع السيروم أو المصل وقعت له يعني كيفاش نقولوا حنايا، وقعت له تعقيدات بسبب الانتفاخ وتكسرت القرعة تاع السيروم ما أدى إلى تدفق الدم. ورغم محاولته العديدة الاتصال بالطاقم الطبي إلا أنهم في وقت المناوبة كانوا راقدين حسب ما أدلى به المريض في هذا الفيديو اللي التقطوا بهاتفه النقال. نروحوا نتابعوا جزء منه. يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوفوا خاوتنا راني في السيرفيس، ها في السيرفيس القرعة كسرتها رميتها بالعاني علاش خاطش الدم. شوفوا الدم ما حبتش تجوز السيروم، قاعد غير الدم يطرش، قاعد معيط ما كاش. كي جاو والله ما حبوا يعاودوا يرقليوني، داروا الصف عليا قسما بالله غادوا فرملة غير داروا الصف، معناتها لازم نبقى ساكت. راحوا يرقدوا لازم نبقى ساكت. كي جات قلت لهم علاه رحتوا رقدتوا، علاش؟ ماناش مراض، المفروض راكم واقفين معانا. قعدوا يخزروا بيناتهم يتشروا قسما بالله غير يغمزوا بيناتهم وعاودوا راحوا، حاجه ما داروها لي. شوفوا راني بسطر، شو كفاراني، شوفوا كفاراني، شوف ها قدامكم نعيط لك شو واحد يجي. حسين حسين ها وحدنا في السيرفيس.
ما جاش ما نعرف وين كان حسين. نتمنى فقط أن إدارة المستشفى تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. ربما كنت تقولوا أنه بدأنا بمواضيع يعني تاع تفاؤل وتاع فرحة، يلا ما فيش سلبي فقط في الجزائر، وإنما في أيضا من الأمور الإيجابية، ومن بين هذه الأمور شاب جزائري قام بإعادة تزيين الحاويات، حاوية القمامة أعزكم الله، مثل ما نتابع في هذه الصور قام بإعادة رسمها ووضع صور تاع أزهار وطيور، وهي الصور اللي نالت الإعجاب والثناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمناوا المتابعين لو أنه هذا الشاب ظاهر في الصورة يكون قدوة للعديد من الشباب والجمعيات، جمعية الأحياء، باش يغيروا من واجهات حاويات القمامة اللي كانت تشوه المنظر العام، لكن بعد المناظر الطبيعية أصبحت لوحات فنية في الشارع. أيضا فيها صورة أخرى نالت الكثير من التعليقات وأثارت أيضا الكثير من الجدل والاستياء والضحك في نفس الوقت. نعرف أن الماركتينج أو التسويق هو علم قائم بحد ذاته يدرس في أكبر الجامعات ولديه خبراء، والعديد من الماركات العالمية يعني تستعين بأكبر الخبراء في مجال التسويق والماركتينج باش تسوق للسلع تاعها، لكن فيه جزائري عنده محل لبيع الألبسة الرجالية، يعني عنده واحد الطريقة تاع التسويق ولا خطرت على بال أي واحد، لأنه الدمى اللي حطوا فيهم أو الدمى اللي حطوا عليهم الألبسة أو المانكان الرجالي هو قام بعرضهم بطريقة يعني وكأنه مش نوقين، وكأنه نحن أمام عملية الشنق، وهي الصورة اللي أثارت الكثير من الجدل والتعليقات. أنا يعني الغريب في الصورة حاجة اللي استغربت عليها وبعدك نحكي لكم عليها، يبانوا مش نوقين، حسبتهم انتحار جماعي حتى شفت غاية اللي ما كان معلقين سخات اللي انتحروا. طبعا هذه استهزاءات والتعليقات تاع الجزائريين سيد رسام تيمافا وسهير، هل تعلم باللي في افريقيا اداره الاعمال والتسيير والهندسه اللوجستيكيه ما عندهم حتى معنى، عندك سواد اصدم برك، والله غير جريمه في حق المشاهد خاصه الاطفال. وهذا التعليق تاع اسحاق والسياره مولاها مازال حي، نعم هذا وربما التعليق اللي كنت حنسال عليه، لان وضعيه السياره كانت اكثر كارثيه من لمن كان معلقين في حد ذاتهم. هذه يعني من بين الصور اللي نالت الكثير من التعليق. أما الآن مشاهدينا نروح إلى قصة هذا الأسبوع، والقصة طبعا كانت فيروس كورونا. إذن القصة لهذا الأسبوع طبعا فيروس كورونا اللي مازال يحصد الكثير من الأرواح يوميا خاصة في الصين، وهذا الأسبوع كان حزين جدا على الصينيين لأنه طبيب مكتشف هذا الفيروس توفى هو أيضا جراء إصابته به. الطبيب طبيب العيون الصيني لي ووليونغ لي توفى جراء إصابته بهذا الفيروس، كان أول من حذر منه من خلال مراسلة السلطات الأمنية، لكن تم أخذ تحذير تاعه على محمل الهزال وما طولوش يعني أهمية كبيرة، إلى غاية أنه هو انشر في المواقع التواصل الاجتماعي تحذير للأطباء زملائه باش يرتدوا القفازات والأقنعة، لأنه شك أنه فيروس السارس عاود ولا للصين قبل أن يتم التأكد بأنه فيروس كورونا هو اللي اكتشف هذا الفيروس، وتم تكريمه من طرف السلطات الأمنية الصينية اللي زيرت عليه الخناق وبعدها كرماته، لكن توفى يوم أمس وكان يوم حزن عند الصينيين. مثل ما كان يوم حزن كان ربما كانت أوقات فرحة بالنسبة لقصة الرضيع اللي هز العالم في فيديو انتشر منذ أسبوع. يلا نعود نتابع هذا الفيديو.
كان هذا الفيديو أثر فيها الكثير من المتابعين، لأنه هذا أب الطفل وليس الطبيب مثل ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ما قدرش يعنق الابن تاعه لأنه كان مصاب بكورونا، الابن يعني الرضيع، لكن الرضيع بدأ يتعافى وبدأت بوادر يعني ذهاب فيروس كورونا من جسمه تظهر عليه. لذلك تنقل التلفزيون الصيني إلى غاية المستشفى وغرفة الطفل وعاد بهذا الفيديو.该出出点招呼。嗯，你看我现在也不流鼻涕了，也不发烧了，是吧？对。关键是精神最近特别好。全副武装的护士长、记者都无法一眼辨认出来，但小琪琪见到他却一下子来了精神。不要我啦！不要了！哎，加一加刺脚鳄鱼，加一加你的大小脚丫。嗯。 مثلما كانت الفرحة بالنسبة لهذا الرضيع، كان أيضا فيه فيديو اللي انتشر هذا الأسبوع لطفلة تودع أمها الممرضة داخل المستشفى وما قدرش تعنقها، وأيضا لأثار كثير من التعليقات. كثير من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رح نتابع بعض التعليقات. إن ربك لبالمرصاد، نفس دموع المسلمين في كل مكان من حرق وتعذيب واغتصاب وألم، حسبي الله ونعم الوكيل وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله، نفس الشيء اللي حصل لأطفال الإيغور بعدما فرقتموهم عن عائلتهم. لكن آخرين دخلوا في تعليق وقالوا الطفلة تودع أمها، الله لا يقطع القلب، ربي يردك لأمك بالسلامة، الله يستر ويحفظ من هذا المرض. خلوا عليكم الناس من تعليقكم البيخة، وهذا جزاء وجزاء وجزاء. قولوا فقط كلمة اللهم لا شماتة، بعد ما فيه كان جدل بين الشامتين وبين الناس اللي تأثرت بهذا الموقف. نبقى دائما مع فيروس كورونا، الأمر اللي خلى السلطات الصينية تأخذ إجراءات جد مشددة بهذا أو للحد من هذا الفيروس، بعد ما كان فيه صينيين اللي كانوا ينشروا الفيروس مثل ما نشاهد في هذا الفيديو، كانوا يتعمدوا يعني يروحوا يعطسوا ويسعلوا في الأماكن العامة. اليوم أصبح ارتداء الكمامة أمر ضروري في الصين، ويتم توقيف أي أشخاص ما يرتدوش هذه الأقنعة في الأماكن العامة. نبقى دائما في الصين، لكن مع هذا انتشار هذا الفيروس القاتل وحجم الألم، إلا أنه هذا ما منعش الصينيين من الفرح وتنظيم زفاف جماعي كبير. يلا خلونا نتابع. اليوم الصين بلد العجائب والغرائب. نروحوا ايضا الى قصه اخرى عفوا متعلقه بفيروس كورونا اللي يتفاعل معها الكثيرين. تفاعلكم راح يكون مع الطالبة المصرية بسمة مصطفى. بسمة مصطفى طالبة تقرأ الدكتوراه في مدينة ووهان الصينية، لكنها رفضت الرجوع إلى مصر إلا وهي حاملة الشهادة تاعها في فيديو لأثار الكثير من التعليق. كبيرة مستحيل إن أنا أرجع لمصر بفيروس وأرجع لأهلي بفيروس. أنا بقالي سنة ونص ما رجعتش مصر. آخر مرة اتقابلت مع بابا كان في أغسطس 2018، عهدته إن أنا مش هرجع مصر غير وأنا متخرجة
وانا دكتورة، وقال لي حاضر يا حبيبتي. ف ان انا دلوقتي ارجع له يعني رجوع جبري، وانا مش عايزة ده. انا عهدته ان انا ارجع له بالشهادة. بعدها عامين ما شافتش الوالد تاعها رفضت الرجوع الى مصر مخافه انها تعدي الاسره تاعها، وقالت انه حتبقى في الصين الى غايه القضاء على هذا الفيروس. كانت فيه كثير من التعليقات حول قصه بسمه مصطفى. قال الاطباء ان الكمامات لا تمنع انتقال العدوى 100%. معك الله يا بنيتي، والله انك تستاهلي كل خير. يسلم تربيه اهلك ليكي وعلى قوه شخصيتك. اتمنى من الله ان يحفظك ويرعاك ويبارك في صحتك يا بنت بلدي. هذا كان تعليق من مصر. كان كثير من التعليقات لي قالت انه حتى الاشخاص الذين تم وضعهم في الحجر الصحي يعني يقدروا يكونوا في فتره حضانه وينقلوا الفيروس لعائلاتهم. نبقى دائما مع كورونا، لكن هذه المرة نعود إلى المغرب العربي. فيه فيديو انتشر لشخص قال لكم الريح في الصين وما نوليش كورونا ولا انتوما. ما عرفناش إذا جزائري ولا مغربي، لكن الشيء اللي عرفناه أنه كان يغني بألحان أغنية المرحوم الشاب عقيل. يلا خلونا نتابع. حيت بلادنا ثلاثة بنقع تحاف، المهم واش يصرا نبقاو حنا هنا. والله ما نوليو، والله ما نوليو. حقا كورونا غاو يخلعونا، ما درتو والو. غاو يحقرونا وغاو يسبوا علينا، والله رجعنا. فيروس كورونا، نروحوا إلى قصص أخرى كانت هذا الأسبوع عبر العالم. نروحوا إلى المملكة العربية السعودية، وإن كان ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أو فزاع في سباق خيل في السعودية، وهناك التقى بطفل. الطفل هذا كانت عنده أمنية، وشنو هي؟ يلا خلونا نتعرف عليها. وعنده طلب طويل العمر بس. ها شو تبغي تطلب؟ ودي بحصان. حصان؟ إيه. كم كبره؟ اي شيء. تم تم تم. الحصان بيجيك. مبروك مبروك مبروك، تستاهل تستاهل. عندك اسطبل؟ تم. بنعطيك حصان بدون اسم، نبقى اسم من عندك. ايش بتسميه؟ بعدين خليه يفكر. ياقوت. اذا كان فزاع ولي عهد دبي كان وعد هذا الطفل بحصان اسمه ياقوت، وبالفعل بعد أسبوع فقط تم الوفاء بالعهد وتسلم الطفل السعودي ياقوت. يلا خلونا نروح نشوف شكل ياقوت. شو رأيك؟ هذا ياقوت اللي طلبته من الشيخ حمدان. هذه هدية الشيخ حمدان من الفثري. هذا ياقوت. اي شوف شكله حلو. شو رايك؟ حلو مره. شو رايك في المفاجاه؟ والله عجبتني بشكل غير طبيعي. كيف؟ انت اخذت حصان من افضل اسطبل قدره وتحمل بالعالم. العلامة اللي على الحصان F3 فهي فزاع، وهو في كل مواقع التواصل الاجتماعي يعمل فزاع ثلاثة، يعني الثلاثة وهي العين. من هذه المواضيع مشاهدينا نبقى متواصلين معكم في ديزا ترند، لكن إلى جوسيب وأخبار. نصيب لهذا الأسبوع، بطبيعة الحال رياض محرز اختطف الأضواء من الجميع بقصة ارتباطه بفتاة جديدة. نعرف أن رياض محرز كان مع العارضة الهندية ريتا اللي عنده منها ابن، لكن كثروا المشاكل خلال الأونة الأخيرة بسبب فيديوهات اللي كانت منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في خرجة غير متوقعة. محرز كشف
عن هوية خطيبته الجديدة وعلقوا عليه من بوليود إلى هوليود، يعني من نجمة الهندية إلى النجمة البريطانية، وبالتحديد مع تايلور وهي ابنة أشهر مصممة ديكور في بريطانيا ونجمة تلفزيون واقع. هذه البنت اللي في عمرها 22 سنة وقبلها كانت خطيبة زميله في المان سيتي أغويرو. كانت طبعا الكثير من التعليقات بخصوص رياض محرز وحطها في الدار يا رياض. روحوا نقراوا وش وكيفاش تفعلوا الجزائريين مع هذه القصة. كان أحسن لو تزوج من جزائرية، جمال وأخلاق وثقافة. تحية من المغرب لكل نساء الجزائريات الحرات، الله يهديه ويرزقه زوجة صالحة إن شاء الله جزائرية أو عربية مسلمة. بينما أخرى نور الإيمان قالت نحن نشجع محرز أو غيره كلاعبين كرة قدم، ما عندناش دخل في حياته الشخصية، هذا الشيء قراراته شخصية أحنا ملناش أي دخل فيها وتبقى حرية شخصية. نبقى دائما مع عائلة محرز. محرز رغم كل هذه الضجة اللي كانت عليه إلا أنه غادر مدينة مانشستر وراح إلى باريس لحضور حفل زفاف شقيقه وشقيقته دنيا ووحيد اللي تزوجوا هذا الأسبوع. دنيا اللي تزوجت من مغربي أو شخص من جنسية مغربية في صورة مع محرز في هذه الصورة هي بالقفطان المغربي، وأيضا شقيق وحيد اللي هو نسخة طبق الأصل منه هو أيضا دخل القفص الزوجي في نفس الأسبوع. يعني عائلة محرز دارت زوج عراس في أسبوع واحد. نقول لهم ألف مبروك وعمارة الدار إن شاء الله كما يقولوا، والعاقبة للبنين والبنات. نبقاو هذه الأسبوع مع نجوم كرة القدم، لكن إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. معروف على كريستيانو رونالدو أنه هو مولع بالسيارات وعنده تشكيلة كثيرة وكثيرة وكثيرة. الجراج تاعو الدعم بسيارة جديدة هدتها له الخطيبة تاعو، لكن كما قالوا من لحيته بخر له هو التعليق اللي كان من المتابعين العرب. يلا خلونا نروح نتابعوا ولا نكتشفوا سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا في ديزا ترند لهذا الأسبوع، لكن قبل ختام حبينا نروح للترند اللي كان عمل البوز على موقع يوتيوب. والترند وشنو هو يا أمير؟ فقط حبيت نوضح الناس اللي يتابع فينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي تعليقاتكم يقولوا لي ساعه ساعه راك دينا فيديوهات قديمه، لا هذا الكوميل يعني الحصيله تاع الاسبوع راني نعملها في نهار واحد، وبالتالي حتى ما تكونوا لقيتوا فيديو تلاقيتوا به هذا الاسبوع. وطبعا فيه ناس اللي يتابعونا عبر الشاشه وما عندهمش مواقع التواصل الاجتماعي باش حنا ننقلوا لهم اهم القصص اللي يدور في هذه المواقع. نقول لكم في الختام تقبلوا تحيه الفريق التقني، تحياتي انا محمد الفتح خوخي، نتلاقاو الأسبوع القادم في عدد جديد من ديزاد تراند. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.